صناع القرار. لا دار لا دوار يا مراني محقر. لا دار لا دوار يا مراني محقر. ما بين جينا اليوم باش نحتجوا على الظلم والتعسف اللي كيلقاو هاد الاشخاص في وضعيه اعاقه بخصوص المجانيه ديال النقل الحضري. هاد المجانيه اللي طالما تمتعنا بها اكثر من 30 سنه، والان بعد ما كتدخل الشركه الاسبانيه ازل تراب مغربي كتقول ان الاشخاص في وضعيه اعاقه خصهم يخلصوا البطاقه كايها الناس. وكيف ما في العلم ديالكم ان الاشخاص في وضعيه اعاقه لا حول لهم ولا قوه، ما عندهمش واحد منحه شهريه باش يخلصوا ديك 5 دراهم كيف ايها الناس. لهذا بعد ما وصل السير الزوبه وبعد ما راسلنا جميع الجهات المعنيه، لا مجلس مدينه الدار البيضاء شخصي عمدتي ولا جهات الدار البيضاء، ودرنا وقفه احتجاجيه قدام مجلس المدينه وقدام الولايه، ودرنا وقفه احتجاجيه نهار 25 مارس امام الشركه الاداره ديال شركه الزاق. جينا اليوم بمناسبه اليوم الوطني للاشخاص في وضعيه اعاقه، ماشي باش نحتفلوا ولكن باش نناضلوا على الحق اللي تصادر منا اللي كنا كنتمتعوا به اكثر من 30 سنه. واليوم ماشي جينا غير باش نحتجوا، بالعكس حنا جينا غنحتجوا وغادي نعتصموا وغيكون عندنا اضراب على الطعام حتى تحقق لنا المطالب ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنبغي نطلع في الطوبيس في الكونترول كيعنفونا كيضربونا كيدونا الكوميسارية على قبل 5 دراهم. أنا بغيت نطلع ممنوع عليا نطلع على قبل من الجهات، كذلك فرضوا علينا أننا نخلصوا في الدولة تعطيني باش نخلص، ما كاينش دعم فكيفاش نخلص؟ جينا خويا احتجوا على هاد الوليدات المعاقين كيحبسونا حنا وياهم في الطوبيس. انا عندي دريه بطله في العاب القوى مثلات البنتات المغرب، دائما جايه هي الاولى جايبه ميداليه ذهبيه، وفي الاخر فين ما ركبنا في الطوبيس يهبطونا ولدينا الكوميساريه. حنا كنطلبوا من جلاله الملك يشوف معنا في هذا الملف، حشومه هادشي اللي كان المعامله اللي كيتعاملوا مع المعاق. هضمي لينا حقنا كامل، وحتى 100 دريه ديال الطوبيس هي سخسخونا عليها. هادشي اخويا علاش جينا